يقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لا شك أن الجميع شاهد ما يحدث من ظلم وتعد على الأبرياء العزل، فلا أقل من أن ندعو لهم في ظهر الغيب، كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء ولا القدر إلى الدعاء. نقف مع أخواننا بالدعاء، ونقف مع أخواننا في فلسطين وقوفا معنويا، ولا نلتفت إلى كل حاسد أو حاقد أو مأجور، نتعامل معهم بحسينية. فأنتم أيها الفلسطينيين، أنتم نحن ونحن أنتم. فلسطين والأقصى في قلوبنا، لكم منا خالص الدعوات بأن ينصركم الله.